اهلا بيكم سادة المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا البلد. قبل ما ابدا الحلقه والحوار الشيق احب اهني الشعب المصري بانتصارات حرب اكتوبر المجيده. بالتالي بنتكلم على تاريخ يتحاكى في العالم كله. بس للاسف الشديد احب اوضح نقطه، احنا بنتكلم على ان هذه الانتصارات العظيمه المفترض ان احنا كنا نحكي فيها ونتكلم فيها ونحاول يعني نذكر ما هو بالذكر حاليا من 30 عام. للاسف الشديد ما بتتعرضش الحقائق وما بتتعرضش التاريخ اللي احنا نتفخر بيه ونتباهى بيه بجيشنا العظيم ده كله، عشان نقوله بنتكلم على ان فعلا يكون في تاريخ حقيقي مكتوب هي موجودة بالفعل. بيتكلم عن الجيش العظيم للأسف الشديد اللي هم نجحوا في الفترة السابقة ازاي يضيعوا حق الجيش المصري وعظامة الجيش المصري والانتصارات العظيمة اللي احنا بنسمعها ونشوفها والتاريخ اكتر من 30 عام. للاسف الشديد طبعا بنتكلم على الجيل اللي بيطلع والاجيال اللي طلعت والاجيال اللي جايه، للاسف الشديد ما مش مدركين يعني ايه الجيش المصري، يعني ايه حفاظ على الامن فقدناه ليه؟ للاسف لان احنا المفترض بن 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 بنسلم اجيال لاجيال، فبالتالي عشان نسلم اجيال لاجيال المفترض ان القيادات القائمه في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه السنوات السابقه ان هي تسلم التاريخ اللي بنتكلم ان احنا بنتفاخر بيه وبنتحاكى بيه. للاسف الشديد ان الاعداء حبت تحاربنا مش بالسلاح ولا بالمدفع، بتحاربنا للاسف الشديد بأوائل اللي هي التكنولوجيا الحديثه والنت والفيسبوك. فخلينا نتكلم ده كله مع ضيفنا اللي شرفنا النهارده السيد اللواء احمد زغلول مهران، مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا ومساعد وزير الصحة سابقا وعضو مجلس جامعة بنها وعضو مجلس أمان أمناء جامعة السلام ببني غازي. أهلا بيك سيادة اللواء، شرفتنا. بداية سيادة اللواء قبل ما نبدأ الحوار الشيق اللي هو بيحكي على انتصارات حرب أكتوبر، والمفترض ده اللي احنا كنا للأسف الشديد كان يتم تعريفه لاجيال الماضيه واجيال الحاليه واجيال الجايه ان شاء الله. فخلينا نشوف معانا قبل ما نطلع الحوار يعني نناقش الحوار نشوف فيديو مهم جدا اللي هو خطاب الراحل الشهيد اللي هو بيتكلم عن انتصارات حرب اكتوبر 73 اللي هو ازاي احنا انتصرنا حرب 73 اللي هي هزت العالم، وبالتالي بيتكلم على الجيش العظيم الجيش المصري. فخلينا نطلع نشوف هذا الفيديو سريعا ونتكلم على هذه الانتصارات مع ست اللي هو احمد زغلول. طبعا زي ما شفت حضراتكم معانا هذا الفيديو المهم والتاريخي اللي كلنا بنفتخر بيه وبنفتخر بجيشنا العظيم. طبعا سيادة اللواء بنتكلم على هذا الخطاب اللي بنعتبره ده تاريخ وشرف لنا قيادة في الوقت الحالي اللي هو وقت انتصار 73. فخلينا نتكلم ببداية كده سيادة اللواء يعني ايه نبذة سريعة، ما هو دور القيادة المصرية لإعداد انتصار حرب أكتوبر؟ يعني دور القيادة في الوقت الحالي لإعداد فين كله كان له دور وكله مشارك في الوقت الحالي. والله اولا انا سعيد اني موجود في قناه حضرتك وبرنامج سيادتك، وان شاء الله نكون يعني على قد المسؤوليه اللي احنا جايين عشان نبعت رسالتها للمشاهد. طبعا تحيه اجلال وتحيه فخر لقواتنا المسلحه اللي عبرت بينا من النكسة والهزيمة إلى انتصار مجيد كل العالم أشاد به
حتى الآن كل المعاهد العسكرية والكليات العسكرية بتدرس بطولة الجندي المصري والضابط المصري اللي قدر ان هو يحارب 3 أعداء في معركة واحدة، مانع مائي صعب زي ما سيادة الرئيس العظيم الشهيد أنور السادات قال في خطابه اللي احنا كلنا بنعتز بيه 17 أكتوبر 73، مانع مائي صناعي صعب، خط بارليف كان بيقولوا في وقتها ان في حالة عبور القوات المصرية قناة السويس سيتم تدميرها وحرقها. قدرنا ان احنا هو الساتر الترابي ده، الساتر الترابي خط بارليف، الحمد لله رب العالمين. بتتراوح من 70 لغايه 140 متر تقريبا، وكان مجهز بنقاط حصينه، وكانوا موصلين لبعض الانابيب اللي فيها النابالم حالة العبور. فكانت قواتنا الخاصة لها دور مهم جدا ليلة الحرب في السيطرة على هذه الأنابيب عشان قواتنا ما يتمش فيها خسائر كبيرة. كل الأنساق اللي تم عبورها، المنع المائي واقتحامها، الساتر الترابي اللي كان يعني وقتها يعني حاجة من الحاجات اللي كل الناس تتحكى بيها، ساتر صعب مجهز، ازاي هنهيل هذا الساتر او ازاي هنقتحمه. فكانت عبقرية الجند المصري في احد الضباط رحمة الله عليه اللواء باقي زكي، كان وقتها احد ضباط المهندسين العسكريين، لما فكر ان احنا نهيل هذا الساتر من خلال نتكلم في الحاجات العظيمه معايا. خلينا في البدايه نتكلم سياده اللواء، يعني احنا بنتكلم على ان اثناء الحرب، قبل ما نبدا الحرب في 73 اللي هو 6 اكتوبر، كان في تجهيز لهذه المعركه، فبالتالي كان بدايتها التجهيز دوت، وكان جميع الاجهزه كانت بتشتغل. تقريبا كان امتى حين استعداد هذه الحرب العظيمه لحد 6 اكتوبر؟ التجهيز تم من بعد هزيمة 67 مباشرة بإرسال رسالة لقواتنا. من بعد الهزيمة بدأت القيادة السياسية والقيادة العسكرية، كان ساعتها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رئيسا للدولة، وتم تنحي وزير الدفاع وقتها، وتم تكليف الفريق محمد فوزي بتجهيز الجيش عشان في جولة تانية هتتم. الحمد لله رب العالمين، استعدنا قدرتنا بالتدريب الراقي، استعدنا قدرتنا باستخدام أسلحة راقية، كانت القوات المسلحة المصرية عن 67. دخلنا حرب استنزاف، الحمد لله كانت حرب مؤهدة للعبور، ظهر فيها المعدن المصري الأصيل، تم الاستعانة ب في ابناء سيناء. حضرتك عارف بعد النكسه 67 ما كانش في موجود عيون لينا داخل سيناء بعد انسحاب قواتنا، فبدات المخابرات الحربيه في تشكيل مجموعات من العناصر الفدائيه، سميت بعد كده منظمه سيناء العربيه، بدات من الفدائيين من ابناء سيناء، 21 من العسكريين من ابناء سيناء ومدن القناه والقاهره، وبداوا داخل الأراضي المحتلة في سيناء، بنبعت رسالة للعدو المحتل.
المغتصبة انه لن يكون في امان او مأمن داخل ارض سيناء العزيزة علينا من خلال هذه العناصر. كوننا المجموعة 39 قتال وكان لها دور مهم جدا جدا هنتكلم فيه قدام شوية، وان شاء الله باذن الله تعالى لها دائما عظيمة. والحمد لله يعني كان أبناء سيناء لهم دور مهم جدا في توفير المعلومات والإنذار عن التواجد الإسرائيلي داخل سيناء، وكانت هي دي بداية. خلي بالك ست اللواء، أنا بتكلم عن إيه؟ قلت بس حضرتك يعني إيه، بس عشان المشاهد إن هو متعطش إن هو عاوز يعرف القيادة في الوقت الحالي كده السياسية كده العسكرية وجيشنا العظيم استعد لهذه الحرب. اللي هو بيحافظ على أرضه وعلى حقه وبيحافظ على مصر وحدود مصر، فبالتالي بتتكلم إن ما خدتش قرار إن هي تحارب مش من فراغ. كل الأجهزة معايا وخططت واشتغلت عن ان هناخد الساعه الصفر. هل بدات بالتحديد؟ بتكلم طبعا سياده اللواء طبعا مدير مخابرات سابقا، فبتكلم على ان احنا مش عاوزين احنا وبتوجه توجيهات خاطئه من خلال الفيسبوك والانترنت وللاسف الشديد على ان ازاي جيشنا العظيم دوت معايا ان هو ما عندوش اكتر من ان هو ما بيعملش حاجه، ما يعرفش ان فيش ساعه في 24 ساعه، فيش دقيقه، فيش ساعه ان هو قاعد نايم زي ما حضرتك انت نايم، زي ما حضرتك تبتدي مشاريعك تبتدي استثماراتك، كل ده حضرتك بتتناوله كمواطن عادي او كمستثمر عادي او رجل اعمال عادي. فبنتكلم ان احنا خدنا قرار الحرب، كان في استعدادات في كل الاجهزه او اتخاذ قرار الساعه الصفر بعد تجهيزات عظيمه. بس نبذة سريعه كده ست اللواء على التجهيزات الصعبه اللي تمت في كله في وقت واحد وساعه واحده وكله كان جاهز على طبعا لازم يعني تتدرب على يعني عايز اقول سيناريو سيناريو منظم يعني ديت عبقريه يعني حقيقة انا بتبهت بيها طبعا عشان اولادنا يتم تنفيذ هذه العمليه بالشكل اللي كلنا سعدنا به وكلنا كنا يعني في قمه السعاده والفرح ان قواتنا استعادت شرفها وحصلت على هذا الانتصار. كان المفروض ان القوات تتدرب على اماكن شبيهه واماكن نفس هيعدوها ازاي، فكان التدريب على في ترعه الاسماعيليه تدريب مكثف، كانت العناصر على قدر من المسؤوليه، في جنود قعدوا داخل القوات المسلحه لاكثر من 7 و8 سنوات من قبل حرب 67 حتى التسريح سنه 74، والله اعلم كانت الحرب 73 كان ممكن يعودوا لغايه سنه كام لغايه ما يحققوا الانتصار، وكان عندهم يعني نازع داخلي ان هم لازم يستردوا الارض المغتصبه، فكانت التدريبات على المستوى. تم تدريب على كيفية انهيار هذا الساتر، تم عمل ساتر مشابه وتم استخدام مضخات المياه على كيفية اختراق هذا الساتر لتجهيز الجسور ورؤوس الكباري عشان قوات بعد العبور بالمراكب بعد كده او الزدايك تتم عبورها من خلال الكباري ورؤوس الكباري. وشفنا ازاي كان مدير سلاح المهندسين متواجد الشهيد لواء احمد حمدي واستشهد على اثناء مساعدة القوات في العبور، ده يدل ان كل قيادات القوات المسلحة كانت موجودة على الجبهة عندها كل الحماس عشان هذا الانتصار يتم، عشان نرجع تاني مصر العظيمة، مصر الريادة، مصر الأمة. فكانت كل أجهزة الدولة كانت مساعدة، وزارة التموين كان لها دور، وزارة
التضامن الاجتماعي كان ليها دور، بالإضافة للوزارات الخدمية الأخرى، كان كلهم على قلب رجل واحد بخطة استراتيجية عميقة. كان كل الناس المسؤولين في الدولة كان ليهم دور في توفير، احنا كنا عارفين ان هنخش، كان في مشاكل في كيفية توفير المؤن للدولة والمواد الغذائية، فكان لازم يكون في تنسيق في الاتجاه ده، فكان التنسيق موجود. كان ليه دور مهم جدا بعض الدول الشقيقة الإسلامية والعربية، دور لا ننساه للملك عبد الله في وقفته مع قطع البترول عن أوروبا وعن أمريكا، وشاه إيران ودوره مهم جدا في إرسال بعض السفن المحملة بالبترول لخدمة المجهود. القوات المسلحة العربية شاركت، كان في كتيبة جزائرية موجودة على الجبهة وشاركت، كتيبة كويتية موجودة وشاركت، كتيبة ليبية، كتيبة سودانية، كل تقريبا أشقائنا كان عندهم حماس وعندهم التخطيط يعني على أعلى مستوى. وأعظم شيء في التخطيط اختيار اليوم، انك انت تختار عيد كيبور، عيد الغفران بالنسبة للديانة اليهودية، الاسرائيليين كلهم كانوا اغلبيتهم صايمين، اختيار التوقيت الساعة 2:05 عصرا عشان يتم العبور واستهداف القوات الإسرائيلية كان قمة العبقرية. كان في تعادل في الموضوع دوت، احنا كنا في العاشر من رمضان واولادنا صايمين وهم صايمين، عيد كبور بالنسبة لهم، هم مش متعودين زينا على الصيام، فكانت العملية مخططة، تخطيط انا شايفه عبقري. كانت القيادة العسكرية الحمد لله بقيادة السيد المشير احمد اسماعيل، عمليات الفريق عبد الغني الجمصي، كان لهم دور مهم جدا 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 ان هم يرتبوا كيفية حتى اختيار المد والجزر في العبور، كان ليها حسابات معينة. كان ليها حسابات معينة، ما كانتش العملية يعني يلا احنا نحارب النهاردة، لا ده كل حاجة كانت مترتبة من قبل سنوات. ولادنا كان عندهم الحماس، ولادنا كان عندهم القدرة لحضرتك، التدريب بيوفر الدم في المعركة، فولادنا كانوا متدربين كويس جدا، كان في تأهيل نفسي ان احنا لازم نرجع تاني، لازم ارضنا المسلوبة نستعيدها ايا كان مكان الثمن، اذا كان شهداء ولا مصابين ولا سكلة. فالحمد لله في بطولات عظيمة تمت في حرب 73، وانا شايف ان لم يعني. طب خلينا نتكلم عن اللي هو الموجود حاليا الان، واللي هو بيعرض جزء من الجيش العظيم اثناء الحرب او قبل الحرب. الفيلم اللي هو بيتعرض حاليا الان اللي هو الممر، عن مجموعه 39 قتاليه، اللي هو بيتكلم عن الشهيد ابراهيم الرفاعي. هل تفتكر ده حضرتك الحقيقي فعلا موجود؟ بس خلينا قبل ما تتكلم حضرتك وتتكلم لنا عن الانجازات اللي تمت، او هل فعلا ده موجود جزء منه ولا ده فعلا الحقيقه اللي موجوده؟ خلينا بس نطلع نشوف احتفاليه اهالينا احتفلوا بانتصارات حرب اكتوبر، خلينا نطلع نشوف تقرير حضرتك سياده اللواء على ان ازاي نعرض ما هو بسيط من حرب وانتصارات اكتوبر واللي احنا بنبتهر بيه. Thank you.
الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم في قلعة من قلاع الهيئة العامة للاستعلامات بالقليوبية. في مثل هذا اليوم عام 1973 انتفض الشعب المصري كله وراء قواته المسلحة القادرة ليعلنوا للعالم أن مصر عسية على أي انكسار. والآن مع كلمة الحاج محمد المرجاوي أمين عام نقابة الفلاحين يتحدث. اللي كان فيه النصر، اللي كان فيه الزراعة، اللي كان فيه كل حاجة. احنا النهاردة بنحتفل بعياد نصر اكتوبر المجيدة، جيش مصر الخط احمر، جيش مصر العظيم، شرطة مصر العظيمة. كان مع كلمة سيادة اللواء مجدي عبد الصبور احد ابطال حرب اكتوبر. الوعي في اكتوبر هو البطل. يختصر البعض ملحمة نصر اكتوبر 73 في قوة المقاتل المصري ومهارة استخدام السلاح. احنا النهاردة في مركز النيل طبعا عقدنا الاحتفالية الكبيرة دي، مش بس عشان ندعم جيشنا وندعم دولتنا المصرية، لكن عشان نوصل رسالة لشباب مصر الذي لم الحرب ولم يمر بفرحة الانتصار. عايزين نعيد جواه مشاعر الفخر والكرامة والسعادة بهذا الانتصار. لازم كلنا نراهن على الوطن، ولازم كلنا نوصل الرسالة دي للشباب. والشباب على فكرة شباب مصر واعي ومثقف وفاهم كويس قوي يديله زقه لقدام، يديله امل ان بكره احسن. الحقيقه يعني انا يعني واحد من الضباط اللي شاركوا في 73 وشاركوا في الصواريخ في 73، واحنا النهارده في محافظه القليوبيه على حرب 73، انها حرب غيرت من التاريخ المصري وقومتنا من الهزيمة الى النصر، ورفعت روح المعنوية للشعب المصري. المفروض ان يحصل تغييرات كبيرة في الاعلام وفي الحكومة، ويحصل في شفافية وفي اعلان للحقائق، والناس هتبتدي ترجع تاني للاعلام المصري وتفهم منه ايه وراء الجماعة المأجورين او الناس اللي هم مدسوسين علينا. ده مش هو الشعب المصري. الفلاحين بيقول لهم دايما انتوا في رباط. طبعا احنا شفنا ثورة 25 يناير انتوا ما شاركتوش فيها، ما كنتوش مشاركين فيها، لان البستان وفي الاراضي وفي وكان البلد ساعتها كانت في زعزعة، والحمد لله استقرت الامور في 30/6. كنقيب فلاحين للمحافظه القليوبيه احنا بنتواصل مع الساده المسؤولين وكلاء الوزاره فيما يخص الفلاح، وبيتجاوبوا معانا في اي مشكله بتقابلنا. يعني عجز في اسمده في جمعيه معينه في احدى مراكز المحافظه بنبلغوا عليها على الفور، بيبدا يتوجه بالعجز دوت وبيوائم القصه ويحل الموضوع. احلى حاجه قالها صلاح جاهين اللي كان بيقول فيها على اسم مصر يقدر التاريخ يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب، بحبها وهي مرميه جريحه حرب، بحبها بعنف وبرقه وعلى استحياء، واكره ابوها واكرهها ولعن ابوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في درب وتبقى هي في درب، وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمه وضرب، وعلى اسم مصر التاريخ دايما هيقول ما شاء. خلونا لما نتكلم عن حرب اكتوبر واحنا بنحتفل بذكرى 46، خلونا نفتكر مراره الهزيمه الاول. خلينا نقول ان احنا اليوم